بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أعرب عن سعادتي البالغة لوجودي بينكم في هذا المكان العريق بيت العرب، والذي تشرف مصر الكنانة باحتضانه في إطار رسالتها السامية تجاه أمتها العربية، خاصة في تلك المرحلة الفارقة التي تتطلب من الدول العربية جميعا التكاتف والاتحاد. الأشقاء الأعزاء، ما زالت قضيتنا المركزية الأولى القضية الفلسطينية تمر بهذا المنعطف الخطير والذي يحمل في طياته تهديدات نوعية وجسيمة ممتدة الأثر والتداعيات، وما زال شعبنا الفلسطيني العربي ينزف دما إثر عدوان إسرائيلي غاشم يرقى لمستوى الإبادة الجماعية في تحد سافر للقيم والأعراف الإنسانية الدولية، وغياب فج للضمير الإنساني العالمي، ومحاولة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية. وفي هذا الإطار نجدد عزمنا الأكيد مع الأشقاء في البرلمانات العربية على العمل على رفع هذا الظلم التاريخي الواقع على كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن نكون على قدر المسؤولية التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه العادل وصولا لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الحضور الكريم، لعلكم تتفقون معي أن التطور الهائل المصاحب لاستخدام التكنولوجيا خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي أضحى محل اهتمام من العالم بأسره، في ضوء ما يطرحه من فرص ومنافع عديدة تبشر بتحول جذري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمي. إلا أن هذا التطور يحمل في طياته أيضا تحديات وتهديدات جسيمة تفرض الضرورة القصوى والحثيثة لحوكمته وتطوير طرق آمنة وموثوقة لتصميم ونشر أنظمة شفافة للذكاء الاصطناعي قابلة للضبط تتماشى مع القيم الإنسانية في مواجهة ما تحمله بعض استخدامات هذا المجال من تهديدات أمنية تندرج ضمن ما يطلق عليه التهديدات الهجين، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من القدرات تتلائم مع الأنماط الجديدة للصراعات والحروب والفواعل الجديدة المؤثرة، وهو ما يشكل تهديدا جسيما غير قابل للتغاضي عنه بأي حال من الأحوال، خاصة فيما يتعلق بالاستخدامات الهادفة لتهديد أمن واستقرار المجتمعات بطرق شتى أبرزها نشر المعلومات المضللة. الزميلات والزملاء الحضور، لطالما اهتمت الدولة المصرية بإرساء مقاربة تنموية شاملة ترتكز على إدماج كافة الأبعاد والعناصر وصولا لتطبيق أجندتها الوطنية التنموية رؤية مصر 2030. وقد أولت مصر اهتماما خاصا بالتفاعل مع معطيات العصر الرقمي، وفي مقدمتها استخدامات الذكاء الاصطناعي، فأنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في هذا المجال، بهدف اقتراح سياسات وطنية وتقديم توصيات ذات صلة بالأطر الفنية والقانونية والاقتصادية،
وتعزيز التعاون في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات وتحديد التطبيقات التي تقدم حلولاً وخدمات ذكية وآمنة ومستدامة، فضلاً عن مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات الدولية الحاكمة لهذا المجال، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي. واتصالاً بما سبق، فقد أطلقت الحكومة المصرية الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول عن بلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الذكية، لإرساء مجموعة المبادئ والإرشادات والمعايير التوجيهية التي يتعين اتباعها بحيث تتوافق مع الأسس الأخلاقية ومبادئ احترام حقوق الإنسان، وبما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصري، الأمر الذي يساعد في ضمان إدارة وتطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في الدولة واستخدامها بشكل واعي ومسؤول. الأخوات والإخوة، إن برلماناتنا العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى صياغة ضوابط تشريعية وقانونية كفيلة بتنظيم استخدام تلك التقنية وممارساتها المتطورة بشكل يسهم في تعظيم الاستفادة منها ويحقق التوازن بين القلق والتفاؤل بشأنها. وفي هذا الإطار ينبغي أن تكون دولنا العربية في صدارة الإسهام العالمي في هذا المجال بما لديها من موارد وطاقات إبداعية. وبالتوازي مع هذا، ضرورة العمل على الإلمام الكامل بالأنشطة الإلكترونية غير الشرعية ذات الصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز سبل مواجهتها بما يتماشى مع قيم مجتمعاتنا وقضايا سيادة القانون ودون عرقلة لمسيرة التقدم التكنولوجي. في الختام أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى لأعمال مؤتمرنا التوفيق والسداد، ولشعوبنا العربية العظيمة السلامة والرخاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.